مساء الخير. الحمد لله خلصنا الليفل الاولاني اللي هو التراك بتاع البيك مايكرو كنترولر مع المجموعة 22. فالنهاردة هوريكم شوية من الشغل بتاع الجراديويشن بروجكت للليفل الاولاني من بعض الطلبة. في حال هبدأ بالمشروع ده اللي هو هوم اوتوميشن سيستم او سمارت هوم، يعني زي ما يسمى، موجود مع السكيورتي سيستم. انا اخترت ابدا بالمشروع ده بالذات لان الباشمهندس اللي عامله، باشمهندس ماجد، بصراحه يعني بعد التزامه بكل المعلومات او التيبس اللي بنقولها في الكورس، بصراحه طلع شغل يعني مستواه الاحترافي والجوده بتاعته اعلى بكتير مما كنت متوقع. فانا بحييه واتمنى يا رب ان هو ما يبطلش ويكمل على المستوى ده. طيب، اجزاء المشروع عباره عن ايه؟ انت عندك هنا 2 مايكرو كنترولر، البيك الاولاني، هما طبعا الاثنين من 16 اف 8 7 7 اي، دي المين مايكرو كنترولر اللي احنا بنشتغل عليه في الكورس في التراك الاولاني. موجود عندنا هنا البيك الاولانيه، ده اللي هو المين بتاع المين سيستم اللي بيتحكم في الاحمال. طبعا احنا بنمثل اي حمل عندنا هنا على شكل ليد زي ما انت شايف. يعني طبعا احنا كل اللي بيهمنا هنا السيجنالز والكنترول في السيجنال، لكن طبيعي فاهم وقت الفابريكيشن او انك بتطلع منتج بقى وتصمم البي سي بي، الشخص المتخصص بتاع الهاردوير او انت اللي هتعمل الهاردوير بتبدا تزود التفاصيل بتاعت الترانزستور وريلي وهكذا. فده شو السبيكس دي خاصه بالشغل بتاع الهاردوير، مش هنتكلم عنها هنا. احنا زي ما قلت لك كل الاحمال عباره عن ليد. انا يهمني منك وانت بتعمل السيستم انك تطلع لي السيجنال في الوقت المظبوط بالظبط. كذلك برضو كل الديجيتال سنسورز بنمثلها على بوش بوتن، لان طبعا احنا عارفين ان البروتس شويه في السنسورز وهكذا، مش كل الباكجات بتاع السنسور بتاعها موجوده. فاحنا في النهايه بنركز، بما انه ديجيتال سنسور مش مهم الباكج بتاعته، فبمثله عباره عن بوش بوتن متوصل معاه بول داون ريزيستنس زي ما انت شايف بالشكل ده. طيب تعال نرن السيميوليشن ونشوف الشغل نظامه ايه بالظبط. طبعا اللي فتح قدامنا ده الفيرتشوال تيرمينال بيحاكي السيريال مينيتور، قال ان احنا هنا، او بيحاكي البلوتوث مديول، اسف، بيحاكي البلوتوث مديول، لان احنا هنا عاملين ان انا اقدر اتحكم في الاحمال دي ريموت عن بعد عن طريق الموبايل من خلال البلوتوث. طبعا ده كنترول اندور، وتقدر طبعا ان انت بشكل او باخر انك تستخدم الدي تي ام اف كنترول سيجنالز، ده اكسترنال. اعتقد الناس اللي حضرت معايا الكورس فهمت التفاصيل بتاع الدي تي ام اف ده ازاي بالظبط، كوسيله رخيصه يعني انك تعمل كنترول من بره البيت. طيب زي ما احنا شايفين هنا، طبعا بعرض درجه الحراره عندي الاحمال دي، عندي ده اضاءه، ده مثلا بيتكلم عن الاير تكييف، هنا الفلفات بتاع الميه والغاز بحيث ان انا اقفل الميه والجاز والغاز عن البيت كله او اشغله. هنا بانرجايز السكيورتي سيستم لا، وعندي هنا الدور لوك بحيث ان انا لو ريموت لو جالي ضيف ولا حاجه اقدر افتح الباب. الجزء الثاني او المايكرو كنترول الثاني ده هنا بيهولد السكيورتي سيستم، وهنا بتشيك على الاي ار سنسور، ده بتشيك على الباب بتاع الشقه. لما الباب بتاع الشقه بيفتح بيديك 30 ثانيه لحد ما تدخل الباسورد. موجود عندنا هنا بيمثل الفليم سنسور او الحريق، وهنا ده ريسيت، بيعمل ريسيت السيستم في حاله الانذار. تعال نجرب الاول السكيورتي سيستم. لو انا هنا اديت السيجنال بتاع الاي ار سنسور، يعني معناه انك فتحت الباب ودخلت، بيقول لك انتر ذا باسورد. الباسورد اللي احنا عاملينه 1 2 3 4، 1 2 3 4، تمام. بيقول لك ويلكم هوم سكيور، تمام. طيب تعالى نشغل السيميوليشن مره اخرى ونشوف ايه اللي هيحصل هنا. برضو ده هنا بيقول انا سبت ده مضغوط عليه، هنفصل ونوقف. جالك سيستم لوكت، يخليك انت هنا دخلت ودخلت الباسورد غلط، تمام. هيقوم جايب لك كولينج لاين 1، وطبعا الليد اللي هنا دي بتمثل البزر او سرينه الانذار اللي بتبقى الالارم اللي موجود في البيت. فالالارم هيشتغل، خليك انت في مره مثلا دخلت الباسورد غلط، تعمل الريسيت عندك بحيث ان انت تعمل السايلنت. طبعا دي تعتبر سكيورتي ليك في النقطه دي، المفروض ان هو لما انت تيجي تعمل ريسيت يبدا يقول لك دخل باسورد. هنا جاب الانتر ذا باسورد عشان تبدا السيستم من جديد تاني، فانت بتبدا تدخل باسورد تاني 1 2 3 4 وهكذا. طبعا على اي حاله ايرور من الثلاثه دول، اي سنسور من دول بيدي سيجنال، بيبدا ان هو يشوف الاشاره بتاعتك دي مظبوطه ولا لا وهكذا. ده الجزء بتاع كنترول سيستم مع الكيباد. طبعا هنا المانيوال كنترول.
هنا انا برضو كنا ممكن كنا حاطين هنا زيادة كيباد ان انا اقدر اتحكم فيها على نفس الاحمال، ولكن احنا لغيناها، ولكن عادي انا ممكن اقدر استخدم الكيباد ديت اكتر من استخدام او ازود كيباد اخرى. بالنسبة للسيريال مونيتور احنا عاملين هنا مثلا ان انا لما ادخل حرف الايه كابيتال بيشغل الحمل الاولاني، بي بيشغل الحمل الثاني، سي اي اف دي وهكذا، يعني بتجرب الاحمال بتاعتك برضو عندك من ال A لحد ال E. ال F مش موجود معانا، مش شغال في الجزء ده طبعا. وعندي هنا اتنين بوش بوتون، ده مانوال كنترول، اقدر افصل الاحمال كلها او اشغل الاحمال كلها من هنا. طبعا زي ما احنا شايفين المونيتور اللي موجودة او الشاشة اللي موجودة عندنا هنا بتغطي كل التغيرات اللي بتحصل موجودة عندك سيستم. في الحقيقة الشغل مستواه عالي جدا، ولو جينا كمان الأعلى من التنظيم في السيميوليشن والكود، لما نيجي نبص على الكود هتلاقي مستوى عالي جدا ما شاء الله ليه يعني في الشغل. طبعا دي الهيدر بتاع البروجكت بتاعك، فيه كل التفاصيل من البروجكت والكوب رايتس، ريفيجن هيستوري، ديسكريبشن، تيست كونفيجريشن وهكذا. هننزل نشوف الكود، هتلاقي طبعا هنا ده الجزء، احنا عارفين ان البروجكت مقسوم لاتنين مايكرو كنترولر، فبالتالي كل مايكرو كنترولر له البروجكت بتاعه والفايل بتاعه. احنا طبعا بنستخدم الكومبايلر بتاعنا المايكرو سي فور بيك، بس انا فاتح الاكواد على النوت باد بلس متعود عليها، وفي نفس الوقت بيبقى طريقه العرض بتاعها احسن شويه، لكن طبعا البروجكت معمول على الكومبايلر بتاع مايكرو سي. في الجزء هنا طبعا الكود مش محتاج حد يشرحه اصلا بسبب التقسيم بتاع الباشمهندس والكوماندز اللي حاططها فوق كل كوماند وكل جزء، فده شيء رائع جدا، وده الشغل البروفيشنال اصلا، بحيث ان لما حد يستلم منك بروجكت بعد كده يعرف يشوف انت بتعمل ايه، مش هنقعد نفك لوغاريتمات لبعض يعني. فهنا الانترفيس بتاع ال LCD الهاردوير انترفيس والكونكشن ديكليريشن، وبعد كده هنا الفاريبلز اريا، وجينا بعد كده هنا عامل الدايركشن، حدد مين الانبوت ومين الاوتبوت انيشاليزر للموديول. هنا الجمله الافتتاحيه سمارت هوم سيستم كلير وهكذا، الانيشاليز لليو ارت عشان البلوتوث موديول. طبعا الجزء ده قمه في الروعه من الناحيه البرمجيه، يعني برمجه احترافيه جدا جدا، ده يدل على ان هو اشتغل على نفسه كتير في السي. ده طبعا فضلا ما منسبوش ليا، هو الراجل اشتغل على نفسه هنا كويس جدا جدا في البرمجه، بحيث ان هو اختصر كود تقليدي ممكن يبقى قد كده 10 مرات عشان احدد الاحتمالات بتاع قد الجزء ده ب 10 مرات عشان احدد الاحتمالات بتاع كل حرف وبيتحكم ازاي في الاحمال بطريقه كويسه جدا. ممكن توقف الفيديو للناس اللي مهتمه بالبرمجه وتقدر تفكر فيها، هي بصراحه كويسه جدا جدا وبحييه عليها. وجينا هنا بعد كده الجزء بتاع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، ان انا باخد درجه الحراره وبعرضها، وعامل ليم تريمينج رايت ليفت تريمينج عشان خاطر يشيل الليدنج سبيسز اللي موجوده، لان احنا عارفين طبعا ان الفانكشن لما بحول من داتا تايب للسترنج بيحصل لودنج سبيسز، فعشان يقدر الفاريبل مظبوط بعمل له تريمينج. بعد كده هنا الاحتمالات بتاعت اي كل حرف من دول، الاحتمالات قصدي اللي هي خاصه بالحاله اللي هو بتاع سنسور الميه وهكذا، والسكيورتي، وهنا عندي الكنترول بتاع الانبوت بتاع المانوال كنترول بتاع الفول اون وكذلك الاوف. هنيجي برضو نشوف الجزء الثاني من المشروع سكيورتي سيستم، زي نفس المستوى ونفس الاسلوب، بصراحه بروجكت منظم جدا وكود فوق مستوى الروعه والجمال، يعني مش لاقي كلام او صف له بجد، يعني بسم الله ما شاء الله الدقه في الشغل. لاني هحط لك اللينك بتاعه تحت الفيديو، في تيبس شويه تيبس او نصائح او خطوات لو التزمت عليها زي ما الباشمهندسين عندنا في الكورس بيلتزموا بيهم، هتطلع شغل زي المستوى اللي انا وريته لك في البروجكت ده، ويمكن احسن كمان لو انت اشتغلت على نفسك اكتر. هتلاقي في تيبس او ستيبس تمشي عليها هنا عشان خاطر تطلع الشغل بتاعك بمستوى كويس في الهاردوير، وكذلك ازاي تقسم الكود بتاعك، تحط كومنتات، ازاي امشي اصلا في الالجوريزم بشكل منظم بحيث ان انا اطلع الكود بكفاءه عاليه وفي نفس الوقت سهل مش معقد، بحيث لما حد يجي يعمل له ريفيجن او يراجعه او ديباجنج يعمل له ديباجنج يقدر يطلع او يفهم اصلا انت بتعمل ازاي بالظبط.
تابعونا الفترة الجاية إن شاء الله، من وقت للتاني هرفع لكم أعمل لكم ريفيوهات على أحسن البروجكتات اللي بتقابلني من الناس اللي بتحضر معايا الكورس. ولو عندك أي سؤال كالعادة يا ما تسيبه في كومنت أو بعتولي على البروفايل أو بعت لنا على البيج. أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.